اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. النهارده جاي ادردش معاكم كده في موضوع مهم، وخصوصا هيبقى مهم بالنسبه للشباب او الناس اللي في منتصف العمر، وهو موضوع الفرصه. يعني ايه كلمه الحياه فرص؟ هل كلمه الحياه فرص معناها انك تستغل الموقف لصالحك وتنتهز الفرصه؟ ما اعتقدش ان ده المقصود بكلمه الحياه فرص. ابقوا معنا النهارده هقول لكم وجهه نظري في كلمه الحياه فرصه. الحقيقه يا جماعه كلمه الحياه فرصه دي او الحياه فرص مش معناها اللي احنا بنفكر فيه يعني، ولكن الحياه فرص معناها ان ربنا مديك فرصه في الحياه. كل فتره في عمرك انت واخد فرصه، من اول ما بتتولد لغاية النهاية. يعني ايه كلمة فرصة دي؟ فرصة يعني وانت شاب وانت صغير في مقتبل العمر، يعني تين ايجرز ولا حاجة زي كده، يعني من اول ما تبدأ يبقى عندك ادراك ووعي انك تستغل الفرصة الذهبية اللي ربنا مديها لك في كونك انسان وحي ترزق على الارض، تستغلها في الصالح، لان كل واحد مننا اكيد اتخلق له دور في الحياة. يعني ايه؟ يعني لو انت في مقتبل العمر ممكن تختار طريقين، طريق اللعب والجري ورا الامور التافهة اللي تودي ولا تجيب، او تختار طريق تاني افضل وهو طريق المعرفة، انك يبقى لك دور في الحياة، انك يبقى لك هدف في الحياة حتى من سن مبكر. يعني انا كنت من شوية نجيب قهوة كده ولقيت بنت صغيرة يمكن 16 سنة، وساعتها قلت يعني الشباب بتوعنا في الدول العربية وفي مصر بيبيعوا حياتهم، لدرجة اني شفت بعض التعليقات ناس بتسأل لو رحت الهند يعني انت متخيل كمية اليأس من الحياة، ان الفرد من دول امروا انه يروح الهند عشان يلاقي شغل، ولا امروا يروح الهند، فاكر ان الهند كمية الشحاتين في الشوارع لا تتخيلها. يعني هند ايه ده؟ انسان يائس من الحياة، بدل ما تبقى بهذا اليأس، اكيد لو اشتغلت على نفسك واكيد لو انت اتعلمت حاجة هتلاقي فرصة افضل في الحياة. كل مرحلة لو انت يعني طبعا لو انت سنك صغير هتقدر تتعلم بسرعة شديدة جدا كل ما تتطلبه الحياة. والنهاردة الحقيقة كل الحياة بتدور حوالين حاجة واحدة بس، وهي العالم الرقمي او الديجيتال وورلد اللي كل الناس النهاردة وكل الشركات بتسعى ان هي تطوره. كل حاجة موجودة النهاردة على الانترنت، كل ممكن تتعلم. يعني الحقيقة شفت شباب صغير اتعلم الجرافيك على الانترنت، جرافيكس، وبدأ يكسب منه اونلاين. في ناس زي ما بقول لكم كده جات سيرة الهند، في ناس النهاردة لو انت عايز تعمل ديزاين لشركة هتعمله في امريكا مثلا ب$1,000، ممكن تلاقي اونلاين ناس من جنوب شرق اسيا، سواء الصين او سواء بنجلاديش ولا باكستان ولا الهند، دول بيعملوا الشباب الصغير علم نفسه وبدأ يعمل ديزاينز ويبيعها، تلاقي الديزاين ب$10 ولا حاجة. بالنسبة لهم $10 مبلغ ضخم، والنسبة برضو لبعض الدول العربية $10 مش وحش. فبدأ يكسب لأن هو علم نفسه بنفسه واستغل الفرصة واستغل الوقت، بدل ما هو قاعد على القهوة، بدل ما هو قاعد يصرف ويطلب من أبوه فلوس، لا تغير الوضع وبقى هو قدر يعمل فلوس وقدر يعلم نفسه حاجة عشان يبقى إنسان حاجة تنفعه، وبدأ يبدأ يتطور يعني مع الوقت. الحقيقة يعني بما إن يعني بنتكلم على اليوتيوب أساء للذوق العام، لان اليوتيوب ما بيفكرش انت بتقدم مادة ايه، اليوتيوب بيفكر في عدد المشاهدات اللي بتجيب ملايين، بيفكر في الفلوس اللي هتدخله، ولكن في كل مجالات التنافس يعني طبعا اللي بينجح واللي بيجيب ملايين دوت ايا كان تفاهته هو اليوتيوب عايز فلوس. في نفس الوقت في ناس برضو ما بتحبش التفاهة وبتبدأ تعمل كورسات في كل حاجة، هتلاقوا كورسات جرافيك، كورسات كمبيوتر، كورسات يعني سايبر سيكيورتي، هتلاقوا كورسات ديزاين، هتلاقوا كورسات
كل المجالات، حتى البروجرامينج هتلاقي اونلاين حاجات كتيره ممكن تتعلمها في البروجرامينج. انك تعرف لغه واحده كمبيوتر ولا تعرف لغتين، لو تعرف لغه واحده بس محادثه ولا تعرف ثلاثه او اربعه يبقى افضل. المهم تستغل الوقت ده وتستغل الفرصه اللي ربنا مديها لك وهي الوقت. بعد ما بتكبر شويه بيبقى نفس القصه برضو، تستغل الوقت في عملك في انك ما تضيعوش، لان في ناس عندهم كده يعني زي تلاعب او consuming time في الشغل، ان هو بيفضل يضيع الوقت عشان الثمان ساعات يعدوا عشان اليوم يخلص وما يستفدش حاجه. يعني عايز اقول ان دي طريقه سيئه، لكن لو انت في الشغل ايا كان طبيعه الشغل دي حتى لو مش عاجباك فانت برضو ما زلت لازم تدي ولازم تتعلم حتى في المجال اللي هو مش عاجبك، لانك اكيد لو انت علمت نفسك اكيد اكيد هتستفاد. حتى لو اشتغلت سنه ولا سنتين من اي شغلانه، وانت في الشغلانه دي لازم تتعلم كل حاجه حواليها، لان انت كل ما تتعلم اكتر كل ما يبقى خبره اكتر وهيبقى عندك يزيد الادراك اكتر، ويبقى عندك فن في التعامل مع الناس، يبقى عندك فن في انك تتعامل يعني اصحابك ازاي، يبقى عندك فن في تعلم الاداره، تشوف المدير بتاعك بيتكلم ازاي بيتصرف ازاي وتحاول تعمل زي وتستفيد من خبرته يعني. او انك ترفض كل شغلانه تجي لك وتقعد على القهوه، ما انت ما عندكش غير هما الطرق ديت ان انت تعلم نفسك وتثقف نفسك، شوف انت بتحب ايه واعمله. هي دي الفرصه، فرصه الوقت اللي ربنا يحاسبك عليه، لان هو ربنا مديك الوقت ده كله عشان لمصلحتك ليك انت كانسان، ان انت ترتقي بنفسك سواء من الناحيه الدينيه او سواء حتى من الناحيه العمليه. لازم ده يحصل، مش كل الحياه لعب وضحك وجري ومتعه بس، مفيش حلاوه من غير نار. يعني هنا العيال بيشتغلوا من 16 سنه، هتلاقي 16 سنه وجسمها صفيف ومش يعني وشغال. هي كل يعني بدل ما تمد ايديها لابوها وتقول له هات اجيب كذا واجيب كذا، لا هي بالنسبه لها هتشتغل احسن وتجيب اللي هي عايزاه. فالموضوع مش موضوع ان انت تقعد في البيت وتستمتع بحياتك، لانك اكيد هتندم لما تكبر انك ما علمتش نفسك. يعني تحضرني انا وانا في مصر وانا في العشرينات من عمري، الحقيقه جات لي منحة من المركز الثقافي الروسي ان انا ادرس اللغة الروسية ببلاش على حسابهم، بس المقابل يعني هم عايزين يكون في جروب من الشركة يدرس الروسي بالمرة، يعني لان الكورس ما كانش هيبقى كورس على واحد بس. فلما وديت طلب المنحة ديت للشركة، طبعا الشركة اتحط الاعلان على لوحة الاعلانات، مفيش ولا واحد يتقدم. وبما ان مفيش ولا واحد يتقدم انا كمان ما قدرتش اروح يعني. والحقيقة دي احبطتني جدا، ولا واحد قدم ولا واحد عايز يتعلم، هم خلاص اكتفوا باللي عندهم وخلاص. ولكن يمكن دي كانت نقطة البداية ان انا لازم اعلم نفسي، يعني كان لازم انا الاقي طريقة اتعلم بيها. وفعلا علمت نفسي بنفسي، ما خدتش كورسات ولا حاجه، ولا كورس واحد روسي انا اتعلمت، ولا انجليزي ولا اي حاجه. فانا ده رايي يعني، انت علم نفسك، ما تستناش هتستنى ايه؟ مش عارف كورس الانجليزي في مصر النهارده بكام، ولا كورس الكمبيوتر بكام، بيكلموه في مبالغ عبيطه يعني 10,000 15,000 وحاجات زي كده اعتقد يعني. ما اعتقدش ان انت تقدر يعني تقدر تدفع المبلغ ده. ما قدامكش غير الكمبيوتر، بدل ما انت قاعد على الفيسبوك سيب الفيسبوك وسيب التفاهات والبرانكس وسيب الضحك. حتى العناوين النهارده اللي يعني بيحاولوا يجمعوا بيها الشباب عشان يضحكوا عليهم ويتفرجوا هم يعملوا فلوس، والشباب تقعد تضحك على الفاضيه ويعملوا مقالب في بعض والكلام الفاضي ده كله، مش هيوديك في حته، هتفضل محلك سر. لكن اللي عمل الحاجات المقالب دي هو اللي بيكسب، لكن انت بتخسر. خلي بالك من الوقت، خلي بالك من النعمة اللي ربنا مديها لك، وهي نعمة الوقت، نعمة الفرصة، فرصة الوقت، فرصة العقل اللي هو مديهولك ربنا، والإدراك، وإنك عندك كمية وقت كبيرة جدا 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 استثمرها في إنك تعلم نفسك. محدش هينفعك ولا حد هيقول لك كلمتين، محدش هينفعك. طبعا اكيد الاهالي قالوا الكلام ده كتير قوي بس محدش بيسمع يعني.
لكن لما العمر بيتقدم بيبدأ الإنسان يندم على حاجات هو كان المفروض يعملها ما عملهاش. بس دي كانت نصيحتي للشباب، استثمر الوقت وخلي بالك من الفرصة اللي ربنا مديها لك، لأن الفرص دي ما بتتعوضش. مفيش ساعة من عمرك بترجع تاني، الساعة اللي بتروح ما بترجعش، أي دقيقة بتروح ما بترجعش تاني، هي دي الحاجة الوحيدة اللي ملهاش رجعة. أنا زي الكلام كده، يطلع من بقك ما تعرفش تدخله تاني، خلص خلص. هتتكلم يعني تسحب كلامك ازاي؟ برضو الحياة كده، الساعة اللي بتعدي ملهاش رجعة. خلي بالك من الوقت، خلي بالك من الفرصة اللي ربنا مديها لك، علم نفسك بنفسك، ما تستناش. ده كان موضوعنا النهاردة، أرجو إن الشباب يستمع للكلام دوت ويخلي باله يعني. أشكركم وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله.